قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار، قناة كل الأعمار. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين. خير ما أدري والله، خاف أختي بتقول تزعل، لكن لا الصبر له كلام، إن شاء الله بتسمعون الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائنا الحلوين، ورجعنا لكم بحلقة جديدة من حلقات أهلا رمضان مع الدبدوب وبتول. بس أنا هلأ ناطرة الدبدوب، وهو تأخر كتير علي، ناطرته لحتى نبلش حلقتنا ونبلش معكم بحلقة جديدة. تأخر السلام الدبدوب. السلام عليكم. أهلا أهلا يا السلام. دبدوب أهلا يا دبدوب. اسمحي لي أختي بتول. تعبان دبدوب؟ تعبان يا يركض، لأن أنا عارف ما شاء الله عليك عندك صبر وعندك طولة بال. دائما أصدقائي لما نعزم حد نطول بالنا، ما نتهفهف، ما نقول والله ليش فلان تأخر علينا، وليش، لأن ممكن الطريق سيارات شيء كذا، نعطيه عذر، صح ولا لا؟ صح، لهيك انا خبرتهم. بتقول انت سامحتيني، لكن انا خبرتهم انه انا ناطره الدبدوب وما انزعجت ابدا، لانه لازم نعطي عذر. صحيح، مثل ما قال صديقنا الدبدوب. زين، شو موضوعنا اليوم؟ بدنا نحكي يا دبدوب. واكيد عرفوا اصدقائنا انه موضوعنا عن اهميه الصبر. الصبر، نعم. وكما قال الله تعالى: واصبروا كما صبروا اولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. معناته أصدقائي دائما نعود نفسنا على الصبر، وفي آيات تتكلم عن الصبر نحاول نتعلمها ونقراها عشان تعودنا على هذه الأشياء. بارك الله فيك يا دبدوب، وأكيد أصدقائنا وأهالي أصدقائنا كثير سعيدين بحلقاتنا. وهلأ صار وقت نعطيهم سؤال حلقتنا لليوم. شو سؤالنا؟ أنا بغششهم. رح نقول لأصدقائنا الحلوين سؤال حلقتنا لليوم لحتى يربحوا الجوائز النقدية والعينية. سؤالنا لليوم: ما هي أركان الإسلام؟ نعم، ما هي أركان الإسلام؟ نجمعهم ونكتبهم ونطبشهم وين؟ بالتعليقات. والتعليقات وين موجودة؟ بقناة أهل الدار. نعم، في قناة أهل الدار. بس أختي بتقول قولي لهم شو يسوون؟ بدهم يعملوا لايك وشير وسبسكرايب حتى يقدروا يحصلوا بنهاية البرنامج على جوائزنا. جوائزنا هي نقدية وعينية. وكلهم ما شاء الله حلوين، بس تحصلونهم من خلال قناة أهل الدار، من في برنامج أهلاً رمضان مع الدبدوب وبتول. وهلأ صار وقت نقلن مع السلامة. مع السلامة، شكراً، نشوفكم إن شاء الله باكر في سؤال جديد. الإمارات
دار زايد الخير. تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع، وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار.